القيادة فن وذوق، وهي السهل الممتنع، فليس كونك سائقاً ماهراً هو كل شيء، بل عليك اتباع الكثير من القواعد قبل وأثناء القيادة. أولها وأهمها فحص سيارتك قبل تشغيلها والسير بها على الطريق. الخطوات ما قبل التشغيل هي التفقد الخارجي للمركبة، بحيث يقوم السائق بتفقد جولة سريعة حوالين مركبته، بحيث يتفقد التير تبع السيارة من صلاحيته، تمام، زائد التفقد الخارجي من الزجاج انه يكون نظيف ورؤية فيه واضحة 100%، زائد العمل على التفقد الأضوية الأمامية والخلفية لدى المركبة بحيث انه يكون يعملون بشكل جيد، زائد التفقد المساحات الداخلية عفوا الخارجية للمركبة، تمام. ومن ثم ننتقل إلى التفقد الداخلي للمركبة. خطوات ما قبل التشغيل، يجب علينا كسائقين التفقد الداخلي للمركبة بحيث تشغيل المركبة وتفقد ضوء البريك وزائد البطارية زائد أضوية الحزام الأمام، تمام. ومن ثم نعمل على تشغيل المركبة لكي نتفقد حجم البترول، هل يكفينا لرحلتنا أو لا يكفينا، زائد ضغط البطارية زائد حرارة المركبة، إذا كانت باردة بيكون على حرف C اللي هو الكولد، وإذا كانت حامية السيارة لازم يكون حرف H، لازم تكون حرارة المركبة ما بين النص، تمام، وأسفل باتجاه السيل البرودة، زائد نتفقد ضغط الزيت تبع المركبة بحيث أنه يكون دائما على اللو أو فوق اللو بشوية صغيرة، تمام. بعد ما تفقدنا الأضوية كاملة داخل المركبة، نعمل على تجهيز السائق، تمام، وذلك بضبط الكرسي زائد ضبط المرايا ووضع حزام الأمان وبدء الحركة. التجاوز له حساباته ولا يكون بعشوائية، بل يجب تنبيه من خلفك ومن أمامك بتشغيل الإشارات الجانبية عند التجاوز أو الانحدار عن الطريق، كما أن السرعة قد تودي بحياتك وحياة أسرتك، لذا عليك فقط السير حسب سرعة الطريق واتخاذ المسافات الآمنة. بالنسبة للقيادة العادية، ممكن تخلي القيادة الآمنة أو التتابع الآمن بينه وبين المركبة الأمامية ما يقارب الثانيتين، في القيادة الصعبة بتكون ما يقارب 4 ثواني، لازم نترك مسافات أمان أكبر، وتقليل السرعة من أهم الأسباب أنه الواحد يهدد السرعة على أساس ما يصير معه حوادث. الإشارات المرورية والعلامات الأرضية هي دليلك في الطريق، فلا ينبغي أبداً إهمالها أو الاستهتار بها، ولا داعي لإزعاج من حولك بصوت آلة التنبيه، ولا تنسى أن تبقى منتبهاً لأخطاء الغير، ويجب أن تتوخى أقصى درجات الحذر في الظروف الجوية الصعبة من ضباب أو أمطار. رجل المرور أكثر معرفة بظروف الشارع والطريق من غيره، لذا عليك اتباع إرشاداته وإشاراته اليدوية. اتباعك لأداب القيادة يضمن السلامة لك ولأسرتك، ويضمن رحلة آمنة خالية من المخاطر. الهايوي وفقد السائق التير الأمامي، يعمل على تخفيف السرعة وذلك بترك دواسة البنزين والضغط التدريجي على دواسة الفرامل، زائد مسك السكان بشكل آمن وصحيح ويتم مسكه بقوة، تمام، زائد الانحراف التدريجي الى كتف الطريق اللي هو احنا بنسميه الباركينج او الوقوف المؤقت، تمام. ومن ثم بعد ايقاف المركبه نعمل على تشغيل انوار التحذير زائد تشغيل وضع الجير او وضعيه الباركينج زائد، تمام، رفع الهاند بريك والاتصال مع اقرب محل تصليح او العمل على تصليح التير في مكان العطل. فقدان دواسه الفرمله، تمام، انه السائق يضغط على دواسه الفرمله ما بيلاقي، تمام، تجاوب من الفرامل تبعت السيارة. هلا إذا كانت المركبة جير مانيوال جير عادي، نعمل على تباطؤ لدى المركبة بترك دواسة البنزين واتخاذ الغيارات العكسية اللي هي من الغيار الرابع حتى الثالث حتى الثاني حتى الغيار الأول، ويتم الضغط على دواسة الكلاتش بشكل سريع وتركه بشكل تدريجي، تمام، ولا يتم سحب دواسة الكلاتش بشكل سريع لكي لا تعمل انزلاق للعجلات وتطيل عملية الوقوف. ها بالنسبة للجير المانيوال العادي، نيجي للجير الأوتوماتيك. إذا فقد السائق لدى السائق البريك على الجير الأوتوماتيك، يعمل على تبديل السرعات من الدرايف إلى الغيار الثاني، تمام، مع الترك التدريجي على دواسة البنزين، ومن ثم اتخاذ الغيار الـ L
تمام. عندنا احنا هنا احنا بنعطي غيار عكسي ثقيل للمركبه وتعمل على تباطؤ المركبه والوقوف بشكل امن وسريع على جهه، طبعا راح يكون وقوفنا على الاتجاه الايمن من الطريق. القياده في الظروف الصعبه اللي هي القياده في الجو الغير طبيعي مثل الغبار، الثلوج، الصقيع، الليل لحالك، هذا كله قياده في الظروف الصعبه. وعلى السائق في الحاله هاي يتعامل معها غير عن الظروف العاديه، يعني ممكن يتعامل السائق مع الظروف الصعبه من خلال تخفيض السرعه، تكون سرعته ضعيفه، يضعف سرعته غير عن السرعه العاديه في الحوال العاديه، وكذلك يكون التدفئه الداخليه تكون السياره تكون شغاله على اساس الضباب، لانه بالشتاء بيكون الضباب كثيف على الزجاج. الدفروست الخلفي برضه لازم يكون شغال، الماسحات برضه لازم تكون شغاله، بتكون شغاله وفعاله. في عندنا الاضويه الاماميه، الاضويه الضوء الابيض طبعا بيعكس الرؤيه عليك، لازم يكون يستخدم الضوء الاصفر اللي هو الكشاف الاصفر. سائق يعني اي سائق سياره يلتزم باشارات وقواعد المرور. يبقى اذا انت بالسوق وما عندك علم بقواعد ولا اشارات المرور يبقى معرض حياتك لخطر، معرض حياه غيرك لخطر. لازم الالتزام باشارات وعلامات المرور، اذا كانت علامات تحذيريه ولا علامات هي بتاعت منع ولا علامات ارشاديه على الطريق ولا علامات اجباريه. واهم حاجه يا جماعه الناس تلتزم بقواعد واشارات المرور. اهم حاجه فيها يعني انت بمعنى انه شايف ماشي قدامك ولقيت مثلث في الطريق قدامك، بص انه المثلث ده هو علامه بتاعت تحذير. على المثلث ده بيحذرك على شنو؟ المخاطر اللي حتحصل قدامك. يعني انت ماشي ولقيت مثلث قدامك فيه علامه بتاعت مضب ولا علامه بتاعت عبور مشاه، طيب عبور المشاه ده تلقائيا بعد 50 متر ولا 20 متر 90% انت حتلقى مشاه ولا اطفال يجوا ولا قدام مدارس يجوا عابرين قدامك. اذا انت كنت ماشي بسرعه ولقيت العلامه دي ما التزمت بها يبقى انه عرضت حياه غيرك لخطر. اوكي، طيب في علامات بتاعت منع، علامات بتاعت منع اذا كانت خطوط ولا اذا كانت اشارات على الطريق، وانت ماشي على الطريق لقيت العلامه بتاعت المنع دي، طيب اذا كان المنع هي عباره عن سرعه 60 وقمت زودتها من السرعه 60 يبقى المرور هو حدد لك السرعه 60 دي ليه؟ لانه عارف انه مخاطر الطريق ده اللي قدام اللي بيحصل ايه. طيب لقيت العلامه بتاعت ستوب قدامك اللي هو شاخص بتاعت مرور 8 اضلاع، 8 اضلاع دي اذا ما لقيت مكتوب فيها ستوب ولا لقيت الدهان البالون الاحمر ده ولا غف انت مفروض تلتزم بها التزام تام. في علامتين اذا كانت غف كشاخصه ولا اذا كان غف كخط على الارض تحت. انت اذا جيت ماشي على الطريق ولقيت الخط ده على الارض لازم ملزم الزام اجباري لقواعد المرور تتبعها، تقيف الاربع ثواني وتراقب الشارع يسارك ويمينك، بعد كده تحدد اتجاهك وتمشي، لازم تراقب المراقبه السليمه. كوني اني انا مثلا ممكن اكون اقود بشكل جيد او اعتبر نفسي محترف، يجب ان اتوقع انه ممكن ان يكون هناك اخطاء من السائقين او من مستخدمين الطريق الاخرين في الشارع، فيجب ان يكون عندي خطه لتفادي وقوع اي حادث. ممكن انا عن طريق المرايا الجانبيه والمرايا والمراه الوسطى ممكن يكون في شخص جاي مندفع بقوه كبيره خلفي، عن طريق المراقبه والانتباه ممكن اني انا اتفاداه. اوكي، ممكن اني اروح اعطيه مجال شمال او يمين عن طريق المراقبه والانتباه. الشغله الثانيه ممكن عمليه التجاوز، في عندي نوعين، في عندي مثلا انواع التجاوز، في عندي التجاوز عن عائق ثابت والتجاوز عن عائق متحرك. العائق الثابت اللي هو اي شيء واقف على الطريق، ممكن تكون سياره، ممكن يكون درم، ممكن يكون اي شيء ثابت على الطريق. فعند تغيير المسار اللي انا بكون موجود فيه يجب ان اكون منتبه زياده عن اللزوم، مثلا لازم اطلع على المرايا، لازم اعطي اشاره، لانه الاشاره هي عباره عن لغه بين مستخدمي الطرق، الاشاره الانوار، بالاضافه انه لازم اطلع على النقطه الفوق العمياء سواء لجهه اليسار او لجهه اليمين. هذا بالنسبه للعائق الثابت. بالنسبه للعائق المتحرك يجب ان اقدر الظروف، اني انا ممكن اني اتجاوز عن هذه المركبه اللي امامي او لا. مشان اتجاوز عن المركبه هاي لازم اشوف انه في سيارات ممكن عمليه التجاوز تتم بسهوله ام لا، بالاضافه انه يعني هي تقريبا اخطر مناوره بعد الدوران بالشارع، تاتي عمليه التجاوز من اخطر المناورات اللي يقوم بها السائق اثناء القياده. ممكن اني اتجاوز عن اليمين وممكن اني اتجاوز عن اليسار. الحالات اللي ممكن اتجاوز فيها عن اليمين حالتين، الحاله الاولى انه اذا كانت المركبه اللي امامي
بدها تلتف الى اليسار بتجاوز عن يمينها، لانه مش معقول اني انتظره عبين ما 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 يلتف لليسار. الحالة الثانية اذا كانت الطريق فيها اكثر من مسارين، يعني ثلاث مسارات، بالاضافة انه ممكن انا يكون في مسافة كافية بيني وبين المركبات اللي بتكون ماشي امامي، يعني اساسا انها تكون قيادتي دفاعية 100%. ممكن السيارة المركبة اللي ماشي امامي ممكن انه في لحظة من اللحظات حصل امامه اي شيء، اي عائق، ممكن هو يعطي فرملة مفاجئة، فلازم يكون في بيني وبينه مسافة كافية اللي هي تقريبا نص السرعة او مسافة الثانيتين، اساس اني ما ادعمه من الخلف فيما لو انه توقف وقوف مفاجئ. بعد الاعطال التي تحدث مع السائق اللي هي فقدان التير الامامي او الخلفي لدى المركبة، تمام. هلا اثناء المسير تمام على الشوارع الهايوي وفقد السائق التير الامامي، يعمل على تخفيف السرعة وذلك بترك دواسة البنزين والضغط التدريجي على دواسة الفرامل، زائد مسك السكان بشكل آمن وصحيح ويتم مسكه بقوة، تمام؟ زائد الانحراف التدريجي إلى كتف الطريق اللي هو احنا بنسميه الباركينج أو الوقوف المؤقت، تمام؟ ومن ثم بعد إيقاف المركبة نعمل على تشغيل أنوار التحذير، زائد تشغيل وضع الجير أو وضعية الباركينج، زائد تمام رفع الهاند بريك والاتصال مع أقرب محل تصليح أو العمل على تصليح التير في مكان العطل. فقدان دواسة الفرملة، تمام، إنه السائق يضغط على دواسة الفرملة ما بلاقي تمام تجاوب من الفرامل تبعت السيارة. هلا إذا كانت المركبة جير مانيوال جير عادي، نعمل على تباطؤ لدى المركبة بترك دواسة البنزين واتخاذ الغيارات العكسية اللي هي من الغيار الرابع حتى الثالث حتى الثاني حتى الغيار الأول، ويتم الضغط على دواسة الكلاتش بشكل سريع وتركه بشكل تدريجي، تمام، ولا يتم سحب دواسة الكلاتش بشكل سريع لكي لا تعمل انزلاق للعجلات وتطيل عملية الوقوف. ها بالنسبة للجير المانيوال العادي، نيجي للجير الأوتوماتيك. إذا فقد السائق لدى السائق البريك على الجير الأوتوماتيك، يعمل على تبديل السرعات من الدرايف إلى الغيار الثاني، تمام، مع الترك التدريجي على دواسة البنزين، من ثم اتخاذ الغيار ال، تمام. عندنا احنا هون احنا بنعطي غيار عكسي ثقيل للمركبه، وتعمل على تباطؤ المركبه والوقوف بشكل امن وسريع على جهه، طبعا راح يكون وقوفنا على الاتجاه الايمن من الطريق.